استاذ ايمن، برضو واحنا بنتكلم على الشباب، الامسيات الثقافيه، يمكن حضرتك بتتكلم على امسيات ليها علاقه بالدراما، اختيار الموضوعات الكبيره للامسيات دي او الموضوع اللي هيتم مناقشته، حضراتكم لما جيتوا تفكروا في الموضوعات كان التفكير برضو ان احنا عايزين نسيب انطباع او نغير تفكير الشباب في قضيه معينه، في القضيه دي هي اللي بارزه مثلا على الساحه بشكل كبير فلازم نديها مساحه؟ سيدتي احنا يعني اينما ذهبنا لا يمكن ان ننسى فلسطين. يعني فلسطين بالقلب دائما، واحنا بمهرجان جراج دائما يعني نسلط الضوء على 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 هذه المساله يعني باكثر من مره. كنا نطرح نتحدث عن الوصاية ونتحدث وصايا الهاشميه على المقدسات والى اخره. ف يعني هي الذي يعني احنا بيتم تشكيل لجان عمل، لجنة ثقافية ولجنة فنية ولجنة إعلامية ولجان تنظيم ولوجستيات، بتعرف الحجم العمل الكبير يعني. واللجنة الثقافية هي يعني تشكل من رموز ثقافية مهمة بالبلد، وبالتالي نبدأ بخلط الأوراق ومناقشة ماذا نريد وأين نريد أن نذهب وماذا ممكن أن نقدم لهذا الجيل. فمن هنا يعني تم التوافق على أن نقدم هذه الأمسية. القدس الآن بأمس الحاجة أن نعطيها الباور والقوة للظروف اللي كنا احنا بنعرفها، واحنا حابين نحكي بفرح مش حابين نحكي بأشياء تانية. لما احنا كل سنة مهرجان جرش تتطرق إلى الدراما بطريقة مختلفة، فعلا الدراما لها تأثير كبير على واقعنا وعلى الواقع وعلى المجتمع. كيف ينظر العمالقة مثل مدحت العدل ومثل أشرف زكي ومثل هدى حسين ومثل عبد فهد، كيف بنظروا لها التفصيلة هاي، كيف ممكن نناقشها وإلى آخره. فطبعا أكيد كل شيء موجه. السنة مثلا عندنا احنا نتحدث عن الدراما، نتحدث عن الأدب الشعبي الأردني يعني، وفي جوائز على مجمل أعمال أديب بالأدب الشعبي، جوائز مالية. في عندنا جائزة مع رابطة الكتاب عن أفضل ديوان شعر هذا العام. يعني مهرجان جرش يعني هو ثقافي فني يعني، لكن دائما يعني الفن يطغى لانه المتابعين للبرامج الفنيه هم بالعاده الكثر، لكن حريصين ان نقدم وجبه دسمه من البرامج الثقافيه، لان هذا جزء من رساله مهرجان جرش.